حين سأل أردوغان مسعود بارزاني: هل لديك تاريخ في كركوك؟ التاريخ بقى حاضر جدا في الشرق الأوسط، جزء منه عودة التاريخ وجزء منه الرغبة في ألا يعود التاريخ. الرئيس أردوغان اتكلم وقال إنه مسعود بارزاني بيتواجد في أكتر من مكان ما كانش فيه وجود تاريخي للأكراد فيه، وقال إنه بيكلم بارزاني بيقول له: أنت مالكش تاريخ في كركوك، وأنت موجود في كركوك ليه؟ والأتراك لما راحوا ودخلوا شمال سوريا، السوريين قابلوهم وقالوا لهم: أهلا بأحفاد السلطان محمد الفاتح. كون تركيا بتقول إن الأكراد لهم تاريخ أو ليس لهم تاريخ في كركوك، ده نقاش ينبغي أن يثور، لأنه دلوقتي فيه محاولة لانفصال الأكراد. إنما استدعاء الرئيس أردوغان للسلطان محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية وأنهى الإمبراطورية البيزنطية، واسطنبول حاليا هي بيزنطة أو هي مدينة القسطنطينية سابقا، هذا الاستدعاء ربما ليس في محله الآن. إما إنه بيثير صراع حضارات من جديد ويذكر بتاريخ مضى، أو الأمر الثاني إنه ليس السلطان محمد الفاتح هو، أو ليس رئيس أردوغان هو الامتداد للسلطان محمد الفاتح، ليس سلطانا جديدا وليس محمد فاتح جديد. واستدعاء التاريخ على هذا النحو اللي المنطقة شايفاه انه كان استعمار بالنسبة للعالم العربي، وان كان فتح لمدن اخرى في اوروبا، كل هذا يؤدي الى ارباك العالم العربي والى ارباك الشرق الاوسط. استدعاء الرئيس اردوغان لمحمد الفاتح في غير سياقه يمثل ارباكا للتاريخ.